إخفاء العظام والنقاط. يحتاج المصمم أو المحرك لإخفاء بعض العظام وبعض النقاط لتجنب الزحام والتداخل وأخطاء التحديد. نحدد العظام المطلوب إخفائها ونفتح قائمة العظام بون ونختار High Selected Bones. سيتم إخفاء العظام ومفاتيح الحركة الخاصة بها على خط الزمن. ولإظهار كافة العظام نختار Show All Bones. ويمكن عمل إخفاء وإظهار متكرر لعظام معينة عن طريق تفعيل خاصية العظمة الخجولة She Bone. نحدد بعض العظام ونفعل خاصية العظمة الخجولة She Bone. ولإظهار وإخفاء هذه العظام نفتح القائمة ونختار Show Hide She Bones. إخفاء العظام المقيدة بعظام أخرى والتي عادة لا تتحرك من قبل المستخدم وبالتالي لا حاجة لظهورها. نلاحظ أمامنا عظمتين كل منهما مقيد بحركة هذه العظمة. ولإخفاء هذه العظام نختار Hide Controlled Bones. وينطبق الإخفاء على قيود التحريك والتدوير والتحجيم. ولإظهار هذه العظام نضغط على نفس الأمر مرة أخرى. وفي الطبقات المتجهة يمكن أيضا إخفاء النقاط كالتالي. نحدد النقاط المطلوب إخفائها ونفتح قائمة الرسم Draw ونختار إخفاء النقاط Hide Points. ونلاحظ اختفاء النقاط. نجرب تحريك الشكل فلا تتحرك النقاط المخفية لأنها لم تحدد. ولإظهار كل النقاط نختار Show All Points. نلاحظ ظهور النقاط التي كانت مختفية ويمكن الآن تحديدها ومن ثم تحريكها. كما يمكن تطبيق الإخفاء على شكل أو مجموعة أشكال. نحدد الشكلين دول ومن قائمة Draw نختار Hide Shape.